السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد من ريتشارد جيمز، وفيديو اليوم شباب رح نشرح إضافات التحديث القديم حق براول ستارز، فما نطول عليكم خلونا نبدأ. طبعا نجي الأول إضافة اللي هم أضافوا جندي جديد في اللعبة واللي اسمه ليون. طبعا هذا الجندي راح يكون بندرة اسطوري، وصراحة هذا الجندي مرة رهيب، وزي ما تشوفون الجندي يضرب رشاش زي كولت، والرينج حقه زي تقدرون تقولون زي كرو. فيبقى أرهب شيء في هذه الشخصية الجديدة اللي هو السوبر حقته. طبعا زي ما تشوفون انه هاي الشخصية لما تسوي السوبر حقتك تقدر انه تختفي، وفي مشكلة في هذا السوبر انه ما تقدر تضرب الأعداء. فزي ما تشوفون انه كنت مختفي وضربت الاعداء راح يروح الاختفاء. فيب زي ما تشوفون في مشكلة ثانية بعد في السوبر انه الاعداء يقدرون يضربونك. فانا اقترح صراحة انه يكون عنده خاصية في السوبر حقه زي دار انه لما تفعل السوبر ينقص الدمج حق الشخصية، عشان يعني تكون السوبر لها فائدة اكثر وتكون احسن. طبعا نجي للاضافة اللي بعدها اللي هو حسنوا سووا رسومات اللعبة 3D. فزي ما تشوفون صارت رسومات اللعبة أحسن، والجرافيك حق اللعبة حسنوا أكثر. فيب زي ما تشوفون إن المابات صارت أحلى. التحديث القديم إنه كان يعني تحسون إن المابات مصممة عشان تكون يعني اللعبة على الطول، فالحين خلوا المابات أوسع. زي ما تشوفون صار الماب مرة كبير، مو بزي أول يعني كان تقريبا نص الماب غطيت الجدران. فيب صراحة أنا أشوف هذه ميزة مرة خرافية، وبعد خلت اللعب الماب أوسع بكثير. ونجي للإضافة اللي بعدها اللي هو غيروا شكل بعض الشخصيات. عندنا مثل شيلي صراحة أشوف بس غيروا شكل السلاح حقها، ما أشوف إذا في تغيير كبير مرة فيها. عندنا بول نفس الشيء، ما غيروا شيء فيه إلا في السلاح حقه، خلوا السلاح حقه عنده سلسلة وزي كذا. وعندنا إيتا غيروا شوي بس اللبس حقها. وبعد عندنا بارني، صعبان ما أشوف إنه في تغيير مرة في. عندنا بروك، صراحة بروك غيروا شكله مرة بشكل كبير. أتمنى لو كان هذا سكين لبروك، لأنه صراحة أنا أشوف إنه القديم أحسن. وما أدري إيش قصة براول ستارز مع القبعات حقت الشخصيات، يعني شالوا القبعة حقت مورتس والحين شالوا القبعة حقت بروك، ما بقى إلا بوك بس. فنروح للجندي اللي بعده اللي هو داينامايك. زي ما تشوفون خلوا داينامايك زي عامل منجم، صراحة السكن مرة يضحك. زي ما تشوفون داينامايك عنده ضرس واحد. ونروح الحين لاستعراض الجندي الجديد اللي هو ليون. زي ما تشوفون ان الجندي صراحة مرة رهيب وقوي، وهذا الجندي اكثر شيء ينفع انه للهيت. زي ما تشوفون الصندوق حق الهيت تغيروه، خلوه زي البراول بوكس اللي تفتحها في اللعبة. عموما زي ما تشوفون انه في الهيت تقدر تروح من بين الشخصيات، بس في مشكلة انه لو ضربوك تدمج. زي ما تشوفون هنا انه نيتا لما ضربت الجندي، لما ضربت ليون تدمج. فيبقى انا اشوف هذه الشخصية ينفع الهيت، تقدر تختفي وتروح عند الخزنة. ونجي الموعد اصدار اللعبة الرسمي والنسخة العالمية، واللي هو راح يكون في 12 ديسمبر، يعني بعد تقريبا 12 يوم من الان. فيبقى كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. كان معكم احمد من ريتشارد جيمز، ومع السلامة.